هذه اختلف أهل العلم في الصلاة، الصلاة بالذات يعني اختلف فيها أهل العلم، يعني من لا يصلي هل هو مسلم عاصي أو كافر؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. إذا كان لا يصلي ولا يعترف بالصلاة هذا كافر بالإجماع ولا تنفع لا حكم منافقين، ما تفيده إذا كان منكر للصلاة. أما إذا كان لا يصلي ويترك ومتكاسل وكذا هذه خلافية، والظاهر الله العام تنفعه، والله أعلم.